حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج انتخاب رؤساء مجالس الجماعات التي همت 850 جماعة من أصل 1503 جماعات، فحازت على رئاسة 205 مجالس جماعية. حزب التجمع الوطني للأحرار عادت له المرتبة الثانية ب 136 مجلسا جماعيا، حزب الاستقلال ثالثا ب 131 مجلسا جماعيا، كما فاز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الرابعة برئاسة 98 مجلسا، حزب الحركة الشعبية خامسا ب 89 مجلسا جماعيا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثامنا برئاسة 82 مجلسا جماعيا. حزب التقدم والاشتراكية عادت له المرتبة التاسعة ب 42 مجلسا جماعيا، أما حزب الاتحاد الدستوري فعادت إليه رئاسة 31 مجلسا جماعيا. 10 مجالس جماعية عادت لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما الجماعات المتبقية وعددها 26 فتتوزع بين 12 حزبا سياسيا ولا منتميا. أما بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فقد أفرزت نتائجها فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة 17 مجلسا جماعيا، الحركة الشعبية برئاسة 5 مجالس جماعية، الأصالة والمعاصرة برئاسة 3 مجالس جماعية، فيما فاز حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة مجلس واحد لكل واحد منهم، كما تمكن عضو غير منتمي سياسيا من الفوز برئاسة مجلس جماعي واحد. الوزارة أوضحت في بلاغها أن هذه العملية التي انطلقت طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات تمر في ظروف جيدة، وتميزت لأول مرة بتطبيق مسطرة التصويت العلني.